مساء الخير، حلقة نهاية الأسبوع البوصلة. امبارح وقفنا عند الشرح النهائي لليومين اللي فاتوا 2 و3 للأربع أبواب للمشاكل الكثيرة واتجاهاتها مع هذه الأحاديث التي جمعت وقيلت أنها كلها صحيحة في هذين الكتابين أو في مجموع كتب ما سمي الصحاح. وامبارح قلنا تخصيصا المشكلتان أو المشكلتين الكبيرتين مع مسألة السند وما تبعها عند الأوائل، ومسألة النص الذي أنتجه هذا السند وما تبعها عند الأوائل حينما وجدوا هذه النصوص التي في أعلاها وأدناها تخالف كثيرا كثيرا من القرآن ومن أساسات الإسلام وصور النبوة والاتجاهات الكثيرة أنا حكيتها. أنا قلت دايما زي ما قلتكم في أول أسبوع أن الشرح ده طويل، وطبعا هيكون يعني بعد كده رمضان هنعمل حاجة كويسة جدا في رمضان، وبعدين هنكمل الشرح لأن مسألة تنقيح السنة أحد أكبر يعني الطرق وسبل الإصلاح التي يجب أن نقتحمها. والآن بعد كل الانتشار ده للفكرة بقى بتناقش في كل بيت زي ما بقول، لكن هعملها زي بقى إعادة قراءة القرآن أو الإجماع والفقه بشكل أكاديمي منضبط دقيق. لما هتخلصوا مجموعة الحلقات هتلاقوا كأنكم يعني درستوها في أكبر الكليات، وهتلاقوا الحلول كمان اللي أنا بقدمها يعني فكري الخاص كيف نعالج هذا كله يعني. بس شوفوا بقى اللي هنقدر عليه نقوله واللي هنكمله بعد رمضان عايز دقة، وعايز إن احنا نفهم كويس قوي انه هذه التعقيدات مش مني، ده بالعكس انا ان شاء الله هبسطها يعني، انما من اللي صنعوها. انا من ادعياء ان الدين ليس علما، بس هم مش عملوا علم، ده عملوا فيزياء. فتعالوا نشوف عملي بقى اللي انا قلته في الثلاث ايام اللي فاتوا. حديث يمثل مشكلة في احد الاتجاهات الاربع الكبرى، سورة النبوة بل اثبتها زي ما هتشوفوا بعد شوية او بعد حلقات. ومن ناحية تانية من ناحية السند يعني هتشوفوا أيضا اللي أنا قلته مبارح، كيف أن البخاري إذا وضع أو هم قالوا عنه أنه وضع منهجا في كذا، في أنك ستجد المنهج مش موجود خالص، وهتلاقي المنهج مخالف للي هم قالوه، وأن البخاري محلش اللغز ده سابه كده. ويعني مع الحلقات هتفهموا قصدي. يعني في حديث خدني كده يعني استنوا عليا واحدة واحدة عشان ما تستبقوش النتائج. ليه أنا اخترت الحديث ده؟ اخترت الحديث ده عشان هو هيفيدنا مش في أصل بس الحديث، خلي بالكم يعني الحكاية مش أن أنا عايز مجرد أقول لكم الحديث ده غلط أو ضعيف أو لا يصح، وهو حتى موجود في البخاري، ده هدف بقى رابع أو خامس بالنسبة لي. زي ما قلت لكم حكاية أوريكم منهج البخاري في السند في الحديث ده بالذات، وحديث خطير، ومنهج البخاري ومن بعده، ولهم كل الإجلال والاحترام وعلماء أجلاء الأفاضل الله يرحمهم، ومنهج البخاري ومن بعده بقى في مسألة نص الحديث نفسه اللي هو مش محتاج كلام أنه يخالف كل شيء، مش هقول لكم بس ما نعلمه، يخالف ما نعلمه عن الإسلام كله. انتوا كلنا يعني عارفين انا امبارح كنت قلت لكم ان هاشيل نظريه المؤامره، لا انا هخلي لما النتائج تخلص خالص هبقى افكركم ان ليه انا هتكلم بجديه شديده على فكره عن نظريه المؤامره، بس مش دلوقتي، لما الصوره تتضح انا عايز اقول ايه. كلكم عارفين ان الرسول فيما يقارب سن ال 63 سنه توفي بعد 23 سنه رسولا في البعثة النبوية يعني. إذن لما نزلت عليه البعثة برضو كان ما يقارب 40، ورجل 40 هو الرجل المكتمل في كل شيء يعني. زي ما قال القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. واللي انتوا عارفينه برضو كمعلومة كده عادي سارية بين الناس أن الرسول مرض واشتدت عليه الحمى حتى أقعدته تماما لمدة شهرين عن الخروج إلى الصلاة، حتى وهو ده مرض الموت يعني، وحتى فاضت روحه الكريمة
إلى ربها وتوفي. عند البخاري في كلام تاني بحديث صحيح، بما أنهم يعني الطرف التاني بيقول لك كل حديث في البخاري صحيح، فاحنا هناخد بكلام أنه حديث صحيح عند البخاري إذن عند الأمة بكلامهم برضو، أن وفاة الرسول هذه لم تكن من الحمى ولا تستبق النتائج. ما تسبقنيش فتفتكر أن كل مشكلتي مع الحديث أن إزاي نقول على الرسول أنه هو توفى مثلا بالسم، لا 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 خالص، رغم أن ده أحد الحاجات المهمة بس مش ده الوضع. زي ما قلت لكم هنشرح بالحديث ده بالذات لقطة لقطة توري الدليل العملي اللي أنا قلته، لقطة في السند ولقطة في المتن النص يعني. فعند البخاري أن رسول الله توفي بالسم مسموما من يهودية، امرأة من بني قريظة. طيب الرواية دي عند البخاري بس، يعني هو البخاري بس هو اللي صدقها أو أقرها؟ أحب أقول لك إن كل العلماء اللي جم بعد البخاري إذا كانوا من أهل الحديث أو من أهل الفقه أقروا إن أيوة كلام البخاري صح، وابتدوا يتكلموا زي ما هقرا لكم بعد شوية عن محاسن وإكرام ربنا للرسول أن يميته مقتولا شهيدا. فواحد يقول لي قبل ما نقرا الرواية بقى ولا اللي هي الحديث يعني المفروض، واحد يقول لي طب انت اسلام ايه مشكلتك ان الرسول يموت مقتول؟ عادي ما كان ممكن يموت مقتول في الحرب مثلا، او انه يموت مقتول بالعموم يعني بلاش حرب، يعني رسول ادى ما عليه لحد ما تم القرآن واتقتل. بعيد بقى عن الجانب المشاعري والجانب التقديري لهذا الرسول العظيم ان يموت بهذه الميتة قتلا، لكن أنا أقول لك إيه مشكلتي، تعال نقولها مع بعض. بص يا سيدي، أول حاجة يا فندم أن قتل الحرب إن كان قد قتل في حرب، بمناسبة كان في أحد إشاعة، كان في أحد الصحابة من البدريين يعني من اللي شاهدوا بدر شبيه جدا بالرسول شكلا جسدا، أنا آسف مش شكلا يعني مش ملامح الوش، يعني من بعيد وهو في دروع على وشهم كانوا بيحطوا دروع حديد، فتعتقد أن الرسول من بعيد كده هيئته يعني. فهذا الصحابي قتل فوقع على الأرض، فانتشرت إشاعة في ما يسمى حرب أحد يعني أن قتل الرسول قتل الرسول قتل النبي كده يعني. فنزلت الآية المهمة اللي هنعتمد عليها في حوارنا ده، وما محمد إلا رسول، حاول أقولها لكم على الشاشة، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جميل، لكنه ما تقتلش يعني، دي كانت إشاعة بس هو شاف رد فعلهم ربنا فقال لهم طب افرض إن الرسول حصل له كده، افرض ده خلي بالكم كلمة افرض دي، تنقلبوا على أعقابكم، يعني أنتم مؤمنين بالرسول ومؤمنين بالإسلام، لكن الرسول ما تقتلش طبعا وأكمل دوره، لأنه هنناقش دلوقتي مسألة الدور دي. المهم فأول مشكلة عندي فندم أنه قتل يعني قتل الحرب هو قتل شرف يليق إن كان قد يعني قدره الله، يليق بنبي يحارب لأجل دينه أو دفاعا عن دينه، لكن قتل الغيلة هو قتل لا يليق برسول. وخلي بالكم من كلمة رسول، هقول لكم ليه دلوقتي، كل حاجة هتتقال. أدي أول مشكلة. تاني مشكلة إنه الحديث نفسه لما نيجي نقراه في زي ما تكون كده أن اليهود كعادة الأحاديث التي دست على الإسلام إن أي إذاء يحصل للرسول فهتلاقيه من يهودي، عايز تسحر الرسول وتقول عليه عقله سحر لمدة 6 شهور ومش عارف بيقول إيه للأسف يعني هتلاقيه من يهودي، عايز تسمه هتلاقيه من يهودي، عايز تطلع عليه إشاعة هتلاقيها من يهودي. يعني بص
عايز حتى تقول له الجنة والنار وعذاب. يعني في حديث كده لطيف ظريف خالص، طبعا لطيف ظريف دي افهموا انتوا معناها، ان الرسول عمره ما كان جاب سيرة عذاب القبر، ده بكلام السيدة عائشة، بعدين هنقراه، لكن بقول لكم معناه يعني. وبعدين دخل عليه اتنين من اليهود قعدوا يناقشوه ويطارحوه الكلام ومش عارف ايه، بعد ما خرج وقال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، قالت له هو في القبر عذاب؟ ابتدى بقى يقول في اللحظه دي ان في القبر عذاب. يوحي لك الحديث بايه؟ مره يأذوه، مره يسحروه، مره يسموه، مره يعلموه. يعني هي لطيفه كده. طبعا مفهوم، يعني مش محتاجه. عشان بعدين لما نتكلم عن قضيه المؤامره ما حدش يلومني. نرجع لموضوع، فادي مشكلتي الاولانيه مع فكره ان يكون رسول قد قتل بالشكل ده. اتنين، انه مشكلتي ان يكون من قتله سيده او امراه يهوديه بالشكل ده. ثلاثة، اني عندي في القران العظيم ما يمنع ان الرسول يكون قتل خالص اصلا. فده مناقضه رقم ثلاثة للقران نفسه. أربعة، عندي مشكلة أيضا مع فكرة إثبات النبوة اللي هتقروها معايا في النص بقى في الحديث اللي كانت على المحك. يعني هناك اختبار للنبوة، فوكأن الحديث يوحي أن الاختبار فشل، يعني حصل فشل فيه. فده ضرب للنبوة كلها. ثم عندي مشكلة ستة، ودي بقى في الآخر خالص في آخر الشرح، مع وصف معين يلحق بالرسول بالشكل ده، انه مات مقتولا لاسباب اخرى ايضا تخص نبوته، هنقولها ساعتها. اخرى تخص يعني نبوته واوصافه في الديانات السابقه السماويه على الاسلام. وساعتها هقول لكم بقى ليه انا بتكلم عن نظريه المؤامره، فاحفظوا الست حاجات دول. كل ده بقى ينبني عليه ان احنا قبل ما نناقش السند، لان انا قلت لكم في لقطه كمان مهمه هتبين لنا العملي بتاع النظر اللي انا قلته. السند، مشكلتنا مع السند ومنهج البخاري اللي هم بيقولوه انه البخاري عنده منهج ماشي عليه زي وشرط البخاري، هنشوفه عملي. ومع المتن اللي هو النص، بس النص اولى ان احنا نبتدي بيه كعاده العقلانيه، مش قادر نمشي ورا السند، لكن هوريكم المشكله في الناحيتين. بس طبعا دي حلقات مجموعه محترمه، يعني هيكون جزء منها دلوقتي وجزء منها طبعا بعد ما نقضي ان شاء الله رمضان ببرنامج كده حلو هيعجبكم ان شاء الله، وبعدين العيد وبعدين نرجع لكم. تعالوا نقرا النص، بس طبعا هطلع فاصل دقايق وارجع. رجعنا لكم. شوفوا الحديث الذي في البخاري وهناك شواهد عليه، يعني شبيه لي. الباب اسمه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، أو وفاته 4428 7 على 79، يعني الجزء السابع صفحة 79، الحديث 4428. فبيقول، ركزوا في اللي أقوله لأنه هيفيدنا بقى بعدين في موضوع السند، بس يعني مش دلوقتي. فقال يونس عن الزهري قال عروة، للي فاكر شرحي قبل كده، يعني عروة ده ابن الزبير بن العوام، فعروة ده يعني أمه هي أسماء، فخالته هي السيدة عائشة. سهلة، ده هيفرق في برضه في اللي جاي. فعروة كده بيروي عن السيدة عائشة، يبقى عن خالته، خالته، وهي في نفس الوقت أم المؤمنين يعني. فقال يونس، كده كاتب البخاري، عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، خلي بالكم الكلام، يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. واحد يقول لي أنا جبت اللقطة بتاعت يعني للأسف مأساتنا وفاجعتنا في موت الرسول، جبت اللقطة اللي هي الرسول بيتألم بيقول كلام معين للسيدة عائشة. طيب إيه بقى أصل الحكاية الأكل الذي أكله في خيبر؟ تعالوا نقرأ.
بص يا سيدي، اخرج البخاري برضو القصه بقى بتاعت خيبر، تعالوا بقى نقراها عشان دي لطيفه خالص. باب اذا غدر المشركون بالمسلمين، 6 على 3169، انا اسف الحديث رقم 3169، 6 على 343. باب الشاة التي سمت للنبي بخيبر، شاة عنزة يعني حط فيها سم. وأخرجوا في باب تاني ما يذكر في اسمه كده، باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث رقم 5777، 284 على 10. حدثنا قتيبة، حدثنا الليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، إذن الحديث إلى أبي هريرة، قال أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. جات له هدية أكل شاة جواها سم، فقال رسول الله اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. بعد ما الأكل كان بقى موجود مشيوا، فقال لهم جيبوا لي اليهود اللي كانوا موجودين. ركز عشان هبسطك. ثم قال إن سألتكم عن شيء فهل أنتم صادقي، وفي رواية أخرى فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه. الاثنين واحد، يعني لو أنا سألتكم عن حاجة لما جابوا له بقى اليهود هتقولوا الحقيقة؟ فقالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم، أيوة حطينا لك سم. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذابا، ركز، أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. حلو الكلام، اختبار يعني للنبوة. لو انت، اليهود بيقولوا لي لو انت نبي مش هيضرك، اكيد نبي، هينزل بقى حاجات كتير تقول لك حاسب، ولو انت مش نبي هتاكل ويبقى استريحنا منك. جميل. واخرج البخاري ايضا باب قبول الهديه من المشركين 2617، ومسلم 2190 في كتابي ذات الحديث بسنده بس إلى أنس بن مالك، ولكن بزيادة أخرى بقى إن اللي جاله من اليهود كان فيهم 6 وقف، فجيء بها إلى رسول الله، 6 باسمها، فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك السم فقالت أردت لأقتلك. هي بقى اللي سمت بمعناها بقى، مش مجموع اليهود زي الحديث الأولاني. خلاص، قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، يعني هو بيقول لها مش هتقدري عليك. وقالت نفس الكلام، قالت له أردت إن كنت نبيا ستخبر، وإن كنت كذابا ستموت. جميل. إذن في بعض الروايات التانية بقى اللي هي بتقول إن الرسول جاله يعني سيدنا جبريل وقال له إن الشاة فيها سم بس بعد ما كل. معلش ركزوا بقى، الوضع كالتالي، الرواية الأولى والحديث الأول والحديث الثاني الاثنين في البخاري، فتعال نجمعهم على بعض، تعالوا نشوف القصة بطريقة برواية البخاري، بنظر البخاري، بعين البخاري، بجمع البخاري مش أنا. الرسول فتح خيبر، جم بعض اليهود المتبقين رغم اني ما اعلموا انه اجلاهم جميعا، انما ماشي وما شايفين كده البخاري فقالوا له بمناسبه بانك فتحت بلدنا اتفضل الاكله دي هديه، احنا طبخناها لك جوه، والله بتكلم جد. فراحوا جايبين له شاه بروايه البخاري، لانه خلي بالكم الروايه الاولى هو قال من اثر السم الذي اكلته بخيب او اكلته بخيب، يعني كل. فالرسول ما حدش قال له حاجة إلى أن كل، سبحانه بقى.
طبعا هذا كله عشان بس ما تقولش ان انا بأقر كلام البخاري، انا بقول برواية البخاري عشان تفهموا القصة عشان انقده. فنرجع لموضوعنا. المهم كل الرسول جزء من الشاه اللي فيها سم، وبعدين جاله سيدنا جبريل قال له حاسب فيها سم، ده اللي مكتوب بعد ما كل. ماشي، فراح نده اليهود كلهم بما فيهم المرأة دي، جمعوا الروايتين على بعض، انتوا حطيتوا يا جماعة سم في ده؟ قالوا اه حطينا. ليه يا جماعة؟ قالوا أردنا يعني أن لو كنت كذابا نبيا كذابا نستريح منك، ولو كنت صادقا لخبرت وتبقى تمام نبي خلاص. على أساس مثلا، طبعا مش ده ردي، ردي هرد رد أكاديمي بس هي حاجات بتيجي في النص، على أساس أن اليهود مثلا أسلموا بعديها لما عرفوا أنه نبي أهو مثلا يعني. فمشي الرسول بعد ما كل جزء منها، وفضل الألم ده يعاوده، ألم السم ده اللي كلوا ها، واللي قالوا له أصل أنت لو حد قال لك تبقى نبي، ما قالكش وكلت ما تبقاش نبي، افهموا أنتوا بقى. وفضل الألم ده يعاوده مرة بعد مرة لحد مرض الموت. حط بقى الرواية الأولى بتاعت البخاري الحديث، إنه قال السيدة عائشة ما زلت أجد ألم السم الذي أكلته بخيبر، وأنني أجد هذا أوان انقطاع أبهري. أبهري يعني العرق الأساسي، طبعا يعني الكلام ده كله ما حصلش إنما ماشي، العرق الأساسي في القلب اللي احنا النهاردة بنسميه الشريان التاجي. فهو الرسول بيقول لها يا عائشة ده اليوم بتاعي، وانا ده بسبب الاكله اللي كلتها في خيبر من 3 سنين. ماشي، وانا قلت الحديث 4428. حلوه كده الروايه يا فندم. دي احد المشاكل السته اللي انا قلتها لكم، مشكلتي مع قتله، مشكلتي مع قتله غيله من امراه، مشكلتي مع نبوته اللي بتطعن في مطعن، مشكلتي مع حاجات كتير. السؤال بقى، الرواية دي نفترض مالكوش دعوة بالسند دلوقتي، خاصة ان السند فيه لقطة كمان حلوة، او لقطة بالمعنى الحرفي بس لسه بقى يا اما بعد رمضان غالبا يعني. قول السند ده مش صادق يا باشا، عدول الثقة العدل المحض، ما بيتكلمش ما بيغلطش طبعا من بعد الصحابي يعني، عدل عن ثقة عن عدل عن ثقة عن عدل عن ثقة لحد البخاري، فظيع، سند فظيع جميل. أنتج الرواية دي اللي هي فيها 400 مشكلة، هل ممكن منصف يقول إن الرواية دي صحيحة؟ فكر كده، معاه فعلا جبريل ها، اتحط له حاجة فيها سم، لازم يكمل رسالته بالمناسبة، وهو ربنا قال له كده في القرآن، بس لما نجيب آيات القرآن واحدة واحدة. فالمفترض ان اللي عملوا كده فيه كمان بيمتحنوا نبوته، يختبروه رسول ولا مش رسول، هيتقلوا ولا لا، ففجأة ياكل، وبعدين جبريل يجي بعد الاكل، ما فهمناش ليه يعني، لو الاكل فيه سم حاسب ما تاكلش يا محمد، طب ما هو من قبل ما ياكل. طبعا كل ده لم يحدث، انا بتكلم بلسان البخاري الذي قبل الحديث وجعله في الصحيح. وبعدين يجي يقول له بقى، فيجيب اليهود يقول لهم انتوا ليه حطيتوا سم؟ يقولوا له عايزين نقتلك. طب طبيعي. وبعدين ليه بقى عايزين تقتلوني؟ عشان ليه حطيتوا سم؟ عشان لو كنت نبيا ستخبر. طب هو ما خبرش لانه كل، بدليل انه السيده عائشه بعد كده ب3 سنين بتقر موته من هذا السم، موته يعني. الرسول في نظر البخاري لما جمع الحديثين مات مقتولا بالسم من امرأة يهودية. كيف تركوا نصا كهذا يخالف كل شيء من اللي هنقوله بقى من القرآن والآيات؟ لسه هقول حاجات كتير قوي، ولقطة تانية في السند وهتشوفوا حاجة كبيرة.
لكن طبعا انتوا عارفين ان احنا رحلنا اسبوع عشان العرس الجميل اللي حصل عن الاستفتاء والتعديلات، فاحنا بقاش يعني خلاص رمضان طبعا الاسبوع هيبتدي في منتصف الاسبوع الجاي، فمش هنقدر نبتدي حتى الاسبوع. هنعمل هولد اون، بعدين هنكمل القصه كلها بقى، تنقيح السنه كله. بس ده المثل ده هنقف عند الكلمه دي بالذات، ايه هم الست مشاكل اللي في الحديث ده بالذات. وزي ما انتم فاهمين يعني ايه اختبار، لو كنت لبيا ستخبر، فافهم انت بقى لانه لم يخبر ولانه كل والسم اثر فيه وتوفى بسببه، قتل بسببه. تخيل انت معنى الكلام المكتوب ايه، وافهم انت بالتقابل. رمضان منتصف في الاسبوع الجاي، طبعا انتوا بعتوا لي كتير، وانا يعني وانتوا اظن الايام اللي فاتت شفتوا البروموهات والحاجات. البرنامج ده هيعجبكم جدا، برنامج رمضان السنه دي مش هيكون الخريطه ثلاثه زي ما انتم متخيلين، لا هيكون اللي انتم شفتوه في البرومو. الخريطه موجود يعني واحد واثنين وهنبني عليه بعد كده، لكن البرنامج ده مهم جدا وهيكون حقيقي فريد من نوعه، وهتكون فيه حاجه انا عايزها من زمان جدا، صوتكم انتم، مشاركتكم انتم، انا الدين ملكنا جميعا. وهيكون فعلا برنامج يعني اعتقد ان شاء الله انه هيعجبكم، وهيكون فعلا جدل حقيقي. أشوفكم إن شاء الله في بداية رمضان.